الشجره ده ممكن يؤذي اللي انا قلت لك عليه، من اخطر الاشجار اللي انا لازم ننبه منها. لو حضرتك صاحب فيلا وتروح لصاحب الفيلا صاحب المشتل تقول له انا عايز سور شجري، تمام اوكي. ولكن في انواع كتيره جدا، في عندك نوع زي الفيكس البنجميل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا قطب عثمان من قناه البستان الاخضر، كل عام وحضرتكم بخير. بعتذر جدا على عدم تنزيل فيديوهات الفتره اللي فاتت لاني كنت مضغوط جدا جدا في العمل، وطبعا انا بعتذر جدا على عدم الرد في التعليقات. ان شاء الله هرد على تعليقاتكم بالتفاصيل، كل حاجه بالتفاصيل. انا اسف جدا على التاخير في الرد، ولكن طبعا ما تنسوناش يا جماعه اللايك، واللي يشوف القناه وعجبه القناه ومحتوى القناه، هي قناه زراعيه. لو عجبكم محتوى القناه ارجو الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده انا هتكلم على شجره من اخطر الاشجار اللي المهندسين او اصحاب المشاتل بيقعوا فيها، تمام. ودي شجره اصلا شجره مؤذيه جدا. انا دلوقتي عندي شجره اسمها شجره زي ما بيطلقوا عليها الفيكس السعودي، شجره الكيموكاربوس، شجره البازروميا. الشجره دي احنا بنستخدمها، انا عملت لها كام فيديو قبل كده. شجره قويه جدا ان انا ممكن اعمل بها سور مزرعه. يعني انا مثلا عندي مزرعه مثلا عايز احوطها بسور شجري يكون حاجز وحاجه سريعه جدا، هي الشجره دي، تمام. زي ما حضراتكم شايفين دي شجره الكيموكاربوس او شجره البازروميا، تمام، او شجره الفيكس السعودي زي ما الناس بتطلق عليها. طيب انا اتكلمت على طريقه الاكسار بتاعتها ازاي، واتكلمت وقلت يا جماعه الشجره دي طبعا شجره قويه جدا، او انا بسميها الشجره العافيه. يعني انا لو عندي في مزرعه وحضرتك صاحب مزرعه وعايز تعمل سور قوي جدا وحاجه سريعه جدا، اختار الشجره دي. ولكن علما ان احنا انا دخلت في مواقع قبل كده وفي فيلل ومعايا شغل الصيانات، دخلت لقيت ناس زرعه داخل الفيلل من الشجره دي. صاحب الفيلا النهارده هو مش راجل، مش مختص، مش عارف يعني ايه الشجره. الشجره دي يا جماعه بتاذي اي مجرى، يعني لو عندك مواسير صرف صحي، عندك كابلات كهرباء، عندك مواسير لشرب المياه، عندك اسوار تحت، الشجره دي شجره خطيره جدا، جدرها قوي جدا. لو قلت لك احنا في معظم الاحيان مثلا شجره التوت انا ما بحبش ازرعه داخل فيلا، بيبقى زرعه في مكان بره بعيد خالص لان جدرها قوي جدا. جدر الشجره ده ممكن يؤذي اللي انا قلت لك عليه، من اخطر الاشجار اللي انا لازم ننبه منها. لو حضرتك صاحب فيلا وتروح لصاحب الفيلا صاحب المشتل تقول له انا عايز سور شجري، تمام اوكي. ولكن في انواع كتيره جدا، في عندك نوع زي الفيكس البنجميله، في عندك نوع زي الهيباسكس، مش هدي الفيكس البنجميله ممتاز جدا والجذور بتاعته يعني حنينه نوعا ما، لكن الشجره دي تخلي بالك منها لان الشجره دي انا قلت دي يعتبر من اخطر الاشجار اللي بتزرع داخل الفلل. عايزين نزرعها ونعمل لها اسوار، لا نزرعها خارج الفلل. دي نصيحه لوجه الله، انت حر، حضرتك صاحب القرار، ولكن بعيد مرارا وتكرارا. حضرتك لو هتروح تنسق فيلا وعندك فيلا وعامل لها منظر جميل جدا، بلاش الشجره دي تبقى عندك داخل الفيلا. الشجره دي هتاذي اي حاجات عندك فيما بعد. هتدي لك ارتفاع وهتدي لك نمو خضري وساتر على الجار للجار، لكن في حاجه بديله، في حاجه احسن. عندك فيكس زي الفيكس البنجميله، عندك في انواع تانية كتير جدا من الاشجار ما بتعملش جذور قويه تاذي عندك الحائط او تاذي الصرف الصحي او تاذي عندك شبكه الري او شبكه المياه. والله انا لو قلت لحضراتكم ان مسافه الجذور بتاعتها قويه جدا، انا مش عايز اطول على حضراتكم، افضل اتكلم كتير، ولكن نصيحه لوجه الله، عايز تخلي عندك في الفيلا عندك ابعد على الشجره دي، ازرع انواع تانية بعيد عن الشجره دي خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.